سادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في العدد الثالث من ليكيب كان. في ليكيب كان اليوم مجلة أكيد يومية تعودتوا بها طيلة الأيام الماضية باش نحكيو على كل ما يتعلق بكان 2019. اليوم يغيب حيدر الشيرني زميلنا، نعوضوا إسلام المدرب في تعويض لحيدر اللي يغيب لأسباب شخصية. أكيد يستأنف معكم غدوة الموعد إن شاء الله باش نحكيو على كل ما يهم كان لافي نتاع مقابلة تونس ومالي. إذا كان حيدر غايب فإنه بقيت ليكيب موجودة معنا. خالد المولي هلا بيك. عسلامة اسلام، مرحبا بك وبجميع الكل وبالساده المشاهدين. رضا جدي اهلا وسهلا بك. مساء الفل، مرحبا بك، مرحبا بالساده الحضور وكافه المشاهدات والمشاهدين. وليد الهليشتي، شنو احوالك؟ الحمد لله، عايشك اسلام، مرحبا بك. و شنو الشعبيه؟ علاش وليد كهو صفقتوا له بالي؟ نساهو قبيله نساهو. بس عبد الباقي شنو احوالك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بك واهلا بكل المشاهدين. دونك اكيد كما تعودتوا نبداو الحصه نتاعنا بفاصل ثم نستأنفوا الفقرات اللي اعديناها لكم الكل في ليكيب كان.